السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفنانة دنيا بوتازوت وزوجها في فيديو كليب جديد للفنان زكريا الغفولي. الممثلة المغربية دنيا بوتازوت تخوض تجربة جديدة للمرة الثانية في فيديو كليب لأغنية الفنان زكريا الغفولي، وهذه المرة رفقة زوجها عبد القادر كرمة. ويستعد الفنان زكريا الغفولي لبث أغنيته الجديدة عبر قناته الرسمية على اليوتيوب بعنوان محبوبي، حيث اختار الممثلة دنيا بوتازوت وزوجها للتمثيل في فيديو كليب أغنيته بعدما شاركت معه في فيديو كليب أغنية الزمان. ونشر عبر صفحته الرسمية على الانستغرام صورة من الفيديو تجمعه بدنيا وزوجها بلباس تقليدي للعرس المغربي. هنا نكون وصلت لنهاية الفيديو. كانت معكم قناة نسرينا شو تي في. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تخلوا لي لايك وسبسكرايب في القناة باش يوصلكم دائما الجديد. ومع السلامة.